النهارده هحكي لكم على الاليكسا روتينز او الاوتوميشنز اللي انا شخصيا بستخدمها بشكل يومي علشان اوريكم افكار الاوتوميشنز ممكن تلاقيها مفيده وتستخدموها. انا مظبط المنبه في اليكسا اللي جنب السرير عندي ان هو يشتغل الساعه 7 صباحا، ولما المنبه ده يضرب وانا اضغط على الزرار اللي في اليكسا عشان يسكت ده بيبتدي اوتوميشن او روتين اسمه ويك اب روتين. الروتين ده هدفه ان هو يشغل الاباجوره اللي جنب السرير عندي بنسبه اضاءه 20% وبعد كده اليكسا تقول لي صباح الخير وتبلغني بالتاريخ والوقت واحوال الجو، وبعد كده تشغل محطه راديو انا محددها مسبقا علشان تعمل صوت كده جنبي وما ارجعش انام تاني. بعد ما بصحى واخلص حمامي واروح على المطبخ فانا مركب موشن سنسور او حساس للحركه في المطبخ، هدفه ان هو لما يحس بحركه ما بين الساعه 7 الصبح و9 الصبح يبتدي يشغل اوتوميشن او روتين اسمه مورنينج ان ذا كيتشن. الروتين ده هدفه ان هو يشغل نور المطبخ وبعد كده ياكد معايا على حاله الجو النهارده عامله ازاي، وبعد كده يقرا لي الايفنتس او الميتنجز اللي موجوده عندي في الكالندر بتاعتي النهارده، وبعد كده يشغل موجز الاخبار عشان اعرف الدنيا حصل فيها ايه، ولما يخلص يشغل لي اذاعه القران الكريم بصوت هادي شويه عشان الواحد يبتدي يومه بنفسيه هاديه. لما باجي خارج الصبح ورايح الشغل بقول لاليكسا اي ام ليفينج هوم، وده بيشغل لي الاوتوميشن او الروتين اللي اسمه ليفينج هوم، وده هدفه ان هو يطفي جميع الانوار اللي في البيت ويطفي التلفزيونات والتكييفات او اجهزه التدفئه ويتاكد ان الستاير او الشاترز كلها مقفوله، وبعد كده يشغل لي صوت قران بصوت خفيف على سماعه اليكسا اللي موجوده في الليفينج. على اخر اليوم بقى لما بحب ان الولاد يروحوا يناموا خلاص بقول لأليكسا put the kids to bed، وده بيشغل روتين اسمه kids bed time، والهدف من الروتين ده ان هو يفصل الاضاءة في اوضتهم تماما ويفصل الكهرباء عن الكمبيوتر وعلى البلاي ستيشن بتاعهم، وبعد كده أليكسا تقول لهم من خلال السماعة بتاعت أليكسا الموجودة في اوضتهم ان ده ميعاد النوم it is now bedtime، وتشغل لهم كده قرآن بصوت خفيف عشان يعرفوا يناموا. لما انا شخصيا بقى خلاص هروح انام بعد ما بدخل السرير بقول لأليكسا اللي جنب السرير عندي جود نايت، وده بيبتدي الروتين او الاوتوميشن بتاع جود نايت، وده هدفه ان هو يطفي جميع انوار البيت ويقفل الستاير والشاترز ويطفي التلفزيونات ويطفي التكييفات او اجهزه التدفئه، وكمان يتربس الباب العمومي بتاع البيت، وفي الاخر خالص يشغل نور سهاري كده خفيف بنسبه 20% في الطرقه اللي ما بين اوضه النوم عشان لو حد صاحي من النوم بالليل ما يتخبطش. دول الخمسة اوتوميشنز اللي انا بستخدمهم مع اليكسا بشكل يومي، هسيب لكم لينكات للاوتوميشنز دي في الديسكريبشن تحت علشان تنزلوها وتستخدموها عندكم، طبعا بعد ما تعدلوا فيها طبقا لاحتياجاتكم واستخداماتكم. انا عارف ان انا ما استخدمتش اللغه العربيه في الاوتوميشنز بتاعتي، وده لان رايي ان اللغه العربيه لسه مش مدعومه بشكل كبير في نظام اليكسا بشكل يخليني اعتمد عليها اعتماد اساسي. يا ريت لو الحلقه دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان توصل عدد اكبر من الناس، ولو عايزين تعرفوا اكتر عن اليكسا وازاي ممكن تستخدمها في بيتك عشان تحول بيتك لبيت ذكي اضغط على واحده من الحلقات اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا.